أعين رئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة السفير عمر هلال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة. أعين رئيسا مشتركا مع سفير الفلبين لمجموعة أصدقاء المراجعات الوطنية الطوعية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ويكرس هذا التعيين الدور الرئيسي الذي يطلع به المغرب على الساحة الدولية بفضل الرؤية المتبصرة والانخراط الفعال للملك محمد السادس في تنزيل أجندة 2030 للتنمية المستدامة. وستطلع مجموعة أصدقاء المراجعات الوطنية الطوعية بدور المحفز خلال عشرية العمل التي أطلقت من طرف رؤساء الدول والحكومات خلال قمة أهداف التنمية المستدامة المنعقدة في شتنبر 2019 من أجل تسريع التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف ووضع العالم على المسار الصحيح لبلوغها في أفق سنة 2030. وسيتسم المنتدى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي المقبل الذي سينظم في يوليوز 2022 بالعديد من النقاشات الموضوعاتية فضلا عن المراجعات الطوعية الوطنية ل45 بلدا تقدم تقاريرها منذ السنة.